بهاي الطريقة أنا عرفت التولز الموجودة. هلا بصفي عندي من الموديفاي تولز الاري والسكيل. السكيل لما ناخذ شيء 2 دي راح نحكي فيها، بصفي نحكي اليوم عن الاري. لو أنا مسكت هذا الاليمنت وبدي أكرره مور ذان وانس وبدي إياهم يكونوا مربوطين مع بعض كونكتد لبعض، بروح باخذ الاري. طبعا احنا عارفين انه عندنا الاوفست، عندنا عارفين الكوبي. خلال الكورس وخلال الشغل والبراكتسنج على البروجرام بصير اميز متى بدي الاوفست، متى بدي الكوبي، ومتى بدي الاري. ليتس سي انه انا قررت اني بدي الاري. دائما حكيت انه دائما في الريبون الاخضر الموجود عندي في اعلى السكرين انا لازم اشوف شو عم بحكي لي وشو عم بيسالني. بلاقي انه انا في عندي تو تايبس اوف اري، الاول لينير والثاني راديال. الاول بعطيني اياه على خط مستقيم لونج اباث، والثاني بيعطيني اياه راديال او سبايرال، المهم عم بلف حوالين سنتر معين. سو بعدين بيسالني كم رقم، كم عدد الاوبجكتس اللي بدك اياهم، والمسافات اللي عم تعطيني اياها هل هي للثاني ولا للاخير. هلا بنشوف كيف. اذا انا اخذت لينير اري حكيت له روح بهذا الاتجاه اعطيني اري 5 متر بين كل اليمنت واللي بعده، مباشره بيسالني كم عدد الاوبجكتس، بحكي له بدي 5. فانا لما كبست 5 اعطاني 5 اوبجكتس. هلا هدول كلهم كونكتد مع بعض، يعني اذا انا رجعت مسكت هذا وحركته من مكانه هو بيقسم المسافة اللي صارت بين الأول والأخير على 5 أو على العدد المطلوب. رحت اشتغلت وات ايفر في البروجكت تبعي، حركت واشتغلت ومحيت و إلى آخره، لأنه أنا عاملهم جروبس مع بعض وأسوشيتد. فأنا إذا برجع بحكي له سوي لي إياهم 7 راح يفهم إنه سوي لي إياهم 7. مسكت الأخير وقربتهم على بعض برضه راح يقرب لي إياهم مع بعض، غيرت اتجاههم كلهم. هلا إذا محيت واحد بيخرب الكونكشن اللي بينهم. هلا الحلو بالموضوع انه اذا انا بمسك هذا دبل كليك ات از ا جروب، لما ناخذ الجروبس نفهم شو اللي عم بصير فيها. ليتس سي اني انا بدي اضيف عليهم كلهم كمان جدار، وعملت هيك سكيب وعملت فينش، فعليهم كلهم انضاف هذا الجدار. ليه؟ لانهم جروبس. هذا حناخده بالجروبس مش مشكله، تمام. لما ناخذ موضوع الجروبس من هون رح نحكي عن انه شو اللي بتتاثر فيه الجروب، تمام. بس هو الاري لانه بيتحولوا لجروبس، اي تعديل جوا اي جروب منهم لان اعمل دبل كليك اضيف اي شيء سواء وول او اي اوبجكت ثاني، اذا عملت فينش راح ينضاف عليهم كلهم. وسبب انه بيتاثروا ببعض انه هم اسوشيتد لبعض. وين تحدد هذا الحكي؟ اذا جينا هذا الجدار مره ثانيه حكينا له اعطيني اري. الاري هون في شيء اسمه جروب اند اسوشيت، عشان هيك هو ربطهم مع بعض. ليتس سي اني شلت هاي التول وعملت هيك، لاحظ انه اعطاني الاري او اعطاني وانهى الموضوع لاني انا كنت حاطط اثنين فاعطاني اثنين، مش مرتبطين في بعض. هلا هو زي كاني عملت كوبي انا مش اكثر. بهاي الصوره عرفنا شو الفرق بين تو اوبشنز. ناخذ اوكي هاي اندو، مسكنا الاوبجكت. دائما للتول قبل ما اعملها مسكت الاوبجكت، فاين. اخذت اري، هاي الاري راح تطلب مني اكثر من شغله. اول شيء حددت نوع الاري وهو الراديال، ولاني بدي اياهم يضلهم اسوشيتد مع بعض حكيت له اعمل لي اياهم جروب واعمل لي اياهم اسوشيتد لبعض، يعني مرتبطين في بعض. اذا غيرت على واحد يتغير عليهم، يجوا اللي بغير على الاخير، تمام. عملت سبيس عشان اغير مركز الروتيشن، لان انا بدي يلف حوالين سنتر بعيد عن الاوبجكت عشان يعمل لي دائره بالاوبجكتس. كبست مكان الروتيشن، بعدين عملت كليك على الانيشال بوينت تبع الزاويه من وين تبلش، بعدين مشيت بالاتجاه المطلوب، حكيت له اعطيني الزاويه قيمتها 30 درجه. كبست انتر، دايركت طلب مني كم عدد الاوبجكتس اللي انت بدك اياهم، حكينا له اعطيني 6. اوكي هلا لو مسكت الاخير، هاي البوينت اذا بصغر هاي الزاويه هو ما بقلل عدد الاوبجكتس، هو بصغر الزوايا اللي بين الاوبجكتس، تمام. واذا كبرتها فهو بخليهم 6 بس منتشرين على زاويه اكبر، فاين. نرجع لعند اللينير، اللينير اري. اخذنا اري مره ثانيه حكينا له اعطيني اياه لينير. اول شيء راح يسالني احكي لي من وين لوين بدك تمشي. فانا مشيت بهذا الاتجاه، كبست على الاوبجكت ورحت بالاتجاه المطلوب وحكيت له اعطيني 5 متر، اوكي. هلا هاي انا المره الاولى عملتها جرافيكلي، يعني انا كبست على الشاشه بدي المسافه هاي. لما كبست المسافه هاي 5 وكبست انتر، فطلب كم اوبجكت، حكيت له 6، تمام. هيك بنكون خلصنا ايش الموديفاينج تولز المطلوبين، وهيك بكون خلصنا اللي هو اخر توبك كان في المحاضره الماضيه، واخر مجموعه تولز انا كنت بدي احكي فيهم في المحاضره الماضيه.